يا عمرو، ضيعت فرحتنا بالشهر الكريم. طب والنبي بقى ساعدنا نفرز الحاجة دي عشان نشوف هنحط ايه في الفريزر ونحط ايه في التلاجة. حاضر. جبتي كل الحاجات اللي قلت لك عليها يا سميحة؟ ايوه يا ماما، وبزيادة، هي عشان تقضي معانا باقي الشهر. طب افردي وشك انت وهو. انا لما اصريت تجيبوا الحاجات زي كل سنة مش عشان انا مشتاقة للوكل ولا ناقصني حاجة، لا، عشان نشيل الهم والغم اللي في البيت. عمر غلط، لكن انتوا كمان غلطتوا اكتر، هملتوه لحد ما وصل للي وصل له. حاجوا عليه وخلونا دلوق نخزي الشيطان ونفرح بشهر رمضان. حاضر يا امي، حاضر. خد يا سميح. استني بس يا سميحة، جرى ايه يا امي؟ انت كل رمضان لازم تدفعي انت وتكلفي نفسك الكلفة دي، خلينا احنا مرة ندفع بقى عزومة اول يوم. يا ولدي، عوايد رضوان الجرحي لازم تفضل زي ما هي طول ما انا عايشة، لما اموت ابقوا اعملوا اللي انتوا عايزين. امسك. بعد الشر عنك يا امي، ده انت بركتنا، ده احنا عايشين في خيركم والله. يبقى تخلي سيرة ابوك الحلوة باقية وسطينا. ربنا يخليكي لينا يا ماما، ودايما كده مجمعة العيلة في الخير.